بلشي رمضان. آه والله رمضان هو نفس يعني عاداتنا كلنا، لمة العائلة على الفطور، نصوم طول اليوم، على الإفطار نتجمع، بعدين نطالع مسلسلات دائما لازم، وبعدين نحش بالمسلسلات. احلى فقره عاد. اي بس علشان الناس تدري ترى حتى احنا ممكن الناس تشارك في الاعمال ونحش في العمل. احنا نحش في بعض في الاعمال. وهذا هو يعني روتين العائلي يعني ما في شيء. خليني انا اسال، ابي اعرف نور انت مثلا ايش تشوفين الفرق بين، بما ان انت ما شاء الله مصر والكويت، ايش تشوفين الفرق في رمضان بين مصر ودول الخليج بشكل عام؟ بين مصر وبين شوفي يمكن الفرق ان للحين او خلينا نقول في مصر في عادات يستخدمونها كانت من زمان موجوده وما زالت، مثل المسحراتي اللي قاعد الناس. انا لما اسافر مصر في رمضان للحين موجود، يعني اقوم من نوم الفير على صوته اصحى يا نايم ويدق الطبل، فهالاشياء موجوده. تروحين مثلا تمشين في الشوارع تلقين فوانيس في كل مكان، في أغاني معينة يشغلونها في رمضان، في أصوات معينة يسوونها ويقولونها، فهالأشياء بس اللي تختلف. ولكن اللمة نفسها. الأكل طبعا يختلف، الأكل الخليجي عن الأكل المصري. يعني برمضان في مصر معروف ملوخية ومحاشي وملوخية الأرانب. ملوخية أرانب ومحاشي وفراخ وفتة. قولي الحقيقة بيني وبينك، ما حد يدري غير أنا وأنت، أوكي؟ ما حد بيدري تسوين ملوخية أرانب؟ تعرفين تطبخينها؟ أعرف أسوي ملوخية بس ما أسوي أرانب ولا أكل أرانب. أنا مصرية كذا وكذا. لا ما يعني عمري ما أكلتها وما أجازف، يعني خلاص أنا كبرت. لا مس أنا كبرت فهمت إن في شيء اسمه لحم ودياي وسمك بس. أرانب دي؟ أرانب ما أعرفها. لا مستحيل. طيب لو سألتكم إيش أفضل عادة في رمضان عندكم؟ يعني لما يجي رمضان إحنا متحمسين على هذا الشيء، يعني غير العبادات طبعاً. الشيء اللي ما تتركونه ممكن في رمضان، يعني لازم شهر رمضان تمارسون هذا الشيء مثلا، او اكله معينه تحبون تاكلونها لازم في رمضان؟ هل هي بكل صراحه هل هي فقره الحش على المسلسلات؟ لا هذه فقره يعني مستحدثه، يعني لان يكون في زخم درامي دائما في رمضان. بالعكس يعني نشوف شخصيات كاركترات مختلفه، نتشوق نرسم سيناريوهات، يعني بالعكس هذه يعني فقره فنيه مهمه في رمضان. هي رمضان اهم، يعني اهم شيء فيه والاحلى شيء فيه الجمعه. انا بالنسبه لي لمه الاهل. طيب هل كنتوا تتوقعون في يوم من الايام انه، يعني اكيد كنا صغار كنا نشوف التلفزيون، فهل كنتوا تتوقعون انه يوما ما انتم حتبقون اللي تمتعون الناس في رمضان؟ انتم اليوم نجوم ما شاء الله يعني. ف انا لا ابدا، يعني لا مو والله. كان يبالنا يعني، مع ان انا مثلا واحده من الناس كنت 24 ساعه اكلم نفسي في البيت. اوكي. 24 ساعه. يا سلام. يعني اما خلاص بابا اكتشف انه لا انت روحي طلعي طاقتك في مكان بعيد عنا، لانه تعبتينا صراخ فجأة يدش على الغرفة قاعدة صارخ أو قاعدة أسوي نفسي أبكي أو تعيش الدور. أعيش الدور مع نفسي وأكلم نفسي وكله قدام المنظرة. يا حبيبتي غلط قدام المنظرة غلط ماكو. فبس ما تخيلت، يعني ما تخيلت إلا اكتشفت الموضوع على كبر، إنه قلت أنا ممكن أدرس تمثيل وممكن أتخصص في هالشيء وممكن أمثل. بس وأنا صغيرة لا، يعني كانت الطموحات أشياء مختلفة. أبي سايكولوجيست أكون أو محامية. يعني كنت بين هالاثنين، ما كان في بالي أصلاً مهنة التمثيل كمهنة يعني. وانت روان؟ انا ابدا خصوصا روان على فكره طالعه من عائله يعني فنيه. انا ربيت على السينما والفن والمسرح من بابا، لان بابا كاتب مهدي الصايغ، بس ما كنت اتخيل ابدا انه انا امثل يعني. وامي يعني نفس اللي غصبتني ادخل معهد التمثيل في الكويت، ما اعرف ليش كنت ابكي، يعني اقول لها ماما ماني قادره ابي اطلع طلعيني. بعدين ما اعرف شنو صار، سنه ثانيه سقطت، عدت المادة، ما أعرف، سويت دور صغير فجأة طلع انهيار على المسرح، بريك داون كذي حقيقي يعني، اللي أعطوني جائزة وقتها. ومن وقتها يعني بلشت رحلة التمثيل معي، يعني صار المسرح هو هوسي. عظيم. اي بعد بديت اكتشف قدراتي طريقة تفكير، يعني اكتشفت ان كل اللي اكتسبته خلال هالسنين ان قاعدة اطلعه.